بسم الله والحمد لله والله أكبر. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا ماذا تراه علم من لدن الرحمن. العلم كسب المال، العلم الاستكبار على الإنسان، العلم أمنا نكران أنا كثير من آلاء الله التي ميزه بها، منها أن يؤتي ملكا لم يؤتي أحد من قبل ولا من بعده. هذا بعض، واللي يحب المزيد عليه كان يبذل الجهد وينظر للقرآن وينظر للرسول الإسلام عليه السلام، ماذا صدر عنه من إخبار على هذا النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.